احنا في المدينه القديمه في شارع طه العلوي. هاد الناس ربع ايام دابا جاوا السلطات معاهم سميتو ديال المقاطعه القايد ومعاهم الباشا كيهزوا لينا في حوايجنا كيطلعوا لينا في الطوموبيلات حشومه وطلبناهم رجعوا لينا سلعتنا التفراش ما كاينش قال لك ما تفرشوش هاد طه العلوي بخاوي ما نفرشوش فيه وهنا في الدوره الناس مفرشين حشومه كيقول لك لا هنا مقاطعه وهنا مقاطعه ما يمكنش احنا راه عندنا قرعات عندنا مصروف عندنا كرا عندنا بزاف ديال الحوايج حشومه هادشي اللي داروا هذا راه حشومه راه حكره راه حكره راه هما اللي واقفين لينا لهي عندهم فلوس ودارين الديار حشومه ماش كنهضروش حنا على اللي لاباس عليهم كنهضروا على راسنا حنا اللي اليوم ما خلوناش نفرشوا البارح والبارح والبارح عاوتاني حشومه اخويا هادي راه حكره راه حكره حكره هو هاد الشارع تنتفرجوا 30 سنه حنا تنفرشوا فيه تنبيعوا ونشروا فيه فين غنمشيو فين غنمشيو فيه واش عاد باليهم عاد السيكتور هذا هما الاخرين محاطين علاه ولا حتى حنا نفرشوا عندنا وليداتنا ورا من غدا ان شاء الله غنفرش انا فراشه راه باينه فراشه باينه بيع وشري فراشه لا نو الاخر حتى هو حدايا دير حتى هو فراشه الاخر حتى هو فراشه كلشي فراشات ايوا طالبوا اليوم اش بغيتو نتوما بغينا نفرشوا بلايصنا بغينا بلايصنا نفرشوا فيهم او علاه الحمد لله ما عمرني رجعت ما عمرني خيبني هاد الجوطيه شريت من العيد الكبير دوزت منها انا من 2004 جيت للجوطيه مينور صغير عندي 17 عام وحامله بنتي دابا بنتي عندها 18 عام وعيش من الجوطيه ولادي وحنيت في خويا تا هو الله يخليه ليا المهم ما عمرنا نساو خير هاد البلايص عشنا منهم وولفناهم ما عندناش فينا نمشيو نمشيو لشي حي اخرى نبيعو ما عندناش فينا نمشيو لا ما بعناش انا في الجوطيه راه ما عندناش فينا نمشيو درنا سوقنا مداجي نبيعو ونشريو راه حنا واخا عندنا رجالاتنا كاع انا مجوجه في الميتان راجلي تا هو بيع وشرى منين عندو شي وظيفه باش غيتخلص من الشهر للشهر ما عندوش رزقنا على الله وعلى الجوطيه بغينا يديروا لنا فين نبيعوا نشريوا والله ينصر سيدنا حنا ما طالبين والو بغينا غير فين يديروا لنا شي سوق فين نبيعوا نشريوا كان الكرا يتصاوبوا معنا الثمن نخلصوا حيت عرفتي البيع والشراء نهار تبيع نهار ما تبيعش هادشي اللي بغينا وما هما على الصور رأيي بلاد تندوزو تلقاو الصور خاوي من حقهم ولكن ما يحيدوناش من هنا ويلوحونا